السلام عليكم ورحمة الله. في هذا التمرين غنشوفو تقاطع المجالين اي و جي في الحالات التالية. الحالة الأولى أن اي كيساوي هو المجال المغلق ناقص جوج ثلاثة، و جي هو مجال نصف مفتوح ناقص واحد أربعة، مفتوح على اليسار جهة ناقص واحد. مطلوب هو نحددو التقاطع ديال هذين المجالين. ومعنى معلوم أن التقاطع معناه هي الأعداد التي تنتمي إلى إي وجي في نفس الوقت في آن واحد. إذن لهذا الغرض ممكن نستعمل واحد المستقيم مدرج يمثل المجموعة إر. نضع هذا المجال الأول اللي هو إي اللي هو من ناقص جوج تل تلاتة مغلق. إذا غندير هنايا إي ناقص جوج تل تلاتة هو بالنسبة للمهوة. نحاول نديرو كاع بخطوط يعني مائلة في هاد الاتجاه كوم دي سلاش هاد الاتجاه. بالنسبة للمجال الثاني اللي هو المجال جي من ناقص واحد مفتوح، إذا غنديرو في هاد الاتجاه كوم حتى لأربعة مغلق. إذا غنحاول ندير بخطوط أخرى مائلة في الاتجاه المعاكس حتى يظهر التقاطع. إذا يظهر أن التقاطع كاين من ناقص واحد حتى لتلاتة. هنا فاش كاين التقاطع من ناقص واحد حتى لتلاتة، إذا غنقول أن التقاطع هو من ناقص واحد حتى لتلاتة. ولكن غنشوف واش ناقص واحد غادي نحتفظ به ولا نديرو مفتوح ولا مغلق من جهة تلاتة واش غيكون مغلق. بالنسبة لناقص واحد الملاحظة أنه لا ينتمي إلى الجي، والتقاطع يقضي بأن يكون الأعداد تنتمي إلى إي والجي في نفس الوقت. إذا مايمكنش ناخذ ناقص واحد لأنه لا ينتمي إلى الجي. بالنسبة لثلاثة فهي تنتمي إلى إي وأيضا تنتمي إلى الجي، إذا يمكن الاحتفاظ بها يعني مغلق بجهة ثلاثة. بالنسبة للاتحاد هو أننا كنجمعو جميع الأعداد سواء التي تنتمي إلى إي أو تنتمي إلى الجي. دونك كتلاحظوا بأن إذا جمعنا هاد المجالات كاملين، المجال اللي غيجمع هاد الأعداد اللي كاينة في إي وفي الجي هو من ناقص جوج حتى لربعة. إذا الاتحاد هو من ناقص جوج حتى لأربعة، لأن مطلوب أنها سواء أن تكون في إي أو تكون في جي. بالنسبة لك يتسأل علاش ناقص واحد ما كانش في جي، المهم أنه هنا أو هنا، يمكن أنه كاين في هذا المجال ناقص واحد كاين هنا، إذا إما هنا أو هنا، إذا معنى اتحاد فهو كيعني كلمة أو. بالنسبة للتقاطع كيعني و. الحالة الثانية هي فاش كيكون عندي إي كيساوي ناقص ثلاثة مفتوح حتى لزائد ما لا نهاية، و جي من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص أربعة مغلق مفتوح أيضا بجهة أربعة. إذا غنشوفو هنايا في هاد الحالة نبدأ هنا مغلق مغلق من جهة ناقص أربعة. غنشوفو التقاطعات. إذا كما قلت دائما غادي نحاول نرسم واحد المستقيم، مستقيم يمثل المجموعة إر. إذا هنايا ناقص ما لا نهاية، هنا زائد ما لا نهاية. إذا عندي صفر واحد جوج ثلاثة أربعة ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة. إذا المجال ديالنا إي هو من ناقص ثلاثة مفتوح حتى زائد ما لا نهاية، يعني غيمشي في هكا. بالنسبة للمجال الثاني اللي هو من ناقص ما لا نهاية، غنديرو العكس حتى أربعة مغلق. الملاحظة هو أن هاد المجالين فهما لا يتقاطعان، لا يوجد بينهما تقاطع. إذا كنقولو بأن إي تقاطع جي فهو يساوي المجموعة الفارغة، لا يوجد أعداد تنتمي إلى
اي و جي في نفس الوقت. بالنسبه للاتحاد ديالهم غادي يبقى هكا، لان غناخذ الاعداد هنا او هنا، لا يوجد هناك عناصر مشتركه بين المجالين. اذا نكتفي بالقول بان اي اتحاد جي هو اتحاد ديال ناقص ما لا نهايه حتى ناقص 4، اتحاد ناقص 3 حتى زائد ما لا نهايه. اذا كيتكتب على الشكل هذا لان لا يمكن دمجهما في مجال واحد، على اعتبار ان بينهم او لا يوجد بينهم اي تقاطع. اذا كيتصرف بهذا الشكل، ما كتزيدي والو، كتزيدي غير علامات الاتحاد بينهما فقط، ما كاينش تداخل. لو كان التداخل هنايا ربما نقدروا نجمعوا من ناقص ما لا نهايه حتى زائد ما لا نهايه، كيف الحاله ديالتنا ان هذه الاعداد او هذه بينهما فاصل، اذا نقول فقط اتحاد.